احنا وصلنا الى المرحلة الثالثة. عندنا هالظرف فيه كلام، لك الخيار انك تجاوب ولا تقول اعتذر. والظرف هذا ترى ما يعرفه شيء اكبر من اللي جات، ما يعرفه الا انا وانت. سم، فك الظرف واقرا اللي فيه، والخيار معك. كان ودك تجاوب، وان كان ودك ما تجاوب تقول انا اعتذر. القرار في ملعبك يا محمد. بتسولفوا الشباب في البرنامج يعني يعني عادي كذا تجاوب عليه؟ نجاوب، ليش ما نجاوب؟ طيب السؤال بسيط يعني. السؤال اللي عند سعد في بداية البرنامج، كان الناس كلهم يتحدثون عن قرار سعد في الزواج، لأن زواجك كان قبل البرنامج توقع بأربع أيام ولا خمسة؟ ثلاث أيام. ثلاث أيام؟ يوم الخميس ولا الربوع؟ زواج يوم الجمعة. يوم الجمعة. يوم الخميس ليلة الجمعة. والبرنامج بدأ الأحد. البرنامج بدأ الأحد. وفيه المتقبلين والمعارضين عن زواج سعد. هل كانت يعني فكرة الزواج إنك تزوج قبل البرنامج بثلاث أيام وتدخل البرنامج؟ وكلام الناس أكيد إن سمعنا وقرينا اللي يقول سعد توه متزوج وجاي البرنامج إيش يبغى؟ حدثنا عن الموضوع هذا. المحب أو اللي قلبها أبيض ما بقى يساعد الشيخ يوم دخل البرنامج. هذول اللي متقبلين اللي في صفك. سعد دخل البرنامج عشان الأسئلة اللي سألتني منها قبل. أظن أنها واضحة، ما يحتاج. ما يحتاج. بالنسبة كيف تزوج، هل هو راضي؟ أول شيء أنا رجال يهمني رضا الله سبحانه فوق كل شيء. رضا الله فوق كل شيء. رضا والدي. وشفت انه في خاطر وده اني اتزوج. انا متملك، لكن قلت يمكن بعد البرنامج. ها قبل البرنامج يعني؟ هل بداية البرنامج كانت صادمة لسعد؟ سعد كان البرنامج بياخذ شهر او شهرين، سعد حدد وانتهى. تفاجأ ان الزواج البرنامج بيبدا بعد ما حدد زواجه وعزم معازيبه وضيفانه. الله الله. لكن اول شيء انت الرجال لك طموح ولك هدف، لك امور في دنياك تسعى لها. نعم. زوجتك داري انك الرجال ما دخلت في ذا الشيء الا تنفع نفسك وتنفعها في المستقبل. لك هدف معين وتحصله باذن الله. فاللهم لك الحمد. ناخذ من بنت عمي الوضع بسيط جدا. يعني الحمد لله من الله لك الحمد، كل الناس متقبلين الوضع وعارفين الامور وعارفين ما عاد حم في زمن جهل ولا الحين في زمن انفات، في زمن كل قد يعرف اللي له واللي عليه. والناس تفهمت وتعلمت. الناس تفهمت ودرت والحمد لله. لا شك اني يوم دخلت البرنامج الواحد انه يتزوج وده انها، لكن سعد ما دخل البرنامج الا عليه شيء ضاغطه قبل البرنامج. ما دخل البرنامج ولا بغى ذا المجال الا عليه من زمانها ما يحده. الله يعين ابو محمد على العالم كلها ترى. حتى الناس اللي نعرفهم واللي ما نعرفهم اكيد كل النبي واجد. انا سعد اوضح دخولي ولا ندري الناس عليهم. انا اللهم لك الحمد في خير ونعم. غيري يعني من زمان شيء ما قدره، ويمكن هي بعد يبغى البرنامج ولا يبغى له امور بعد ما قدر عليها. صدقت ما الحياه. فانا في نعمه ان اللهم لك الحمد دائما الانسان يقوم ويصبح وهو بخير ونعمه، ولا عليه من زمان الشيء هو خير ونعمه.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها.